اهلا بيك على شاشه الاهلي في البدايه، وخليني ابتدي معاك الحوار على بعض الاخبار اللي تناولتها الصحف البريطانيه عن انه اداره ليفربول بتقرر انها توقع عقوبه سريه على النجم المصري محمد صلاح بسبب عدم التزامه طبعا بقواعد التباعد الاجتماعي خلال حضوره لحفل زفاف شقيقه بالقاهره. نعم، إن مدير الفريق هو لم يذيع أي خبر عن ما قد يكون العقوبات التي تم توقيعها على محمد صلاح، ولكن ربما يكون هناك نوع من العقاب خلف الستائر، وهو بالتالي ليس من السهل علينا أن نعرفه، كما أنه قد يكون أيضا مجرد نويز ونحن لا نعلم ما هي الحقيقة حتى الآن، ولكن ليس هناك شيء واضح يمكننا أن نقول أنه حدث في النادي. طيب، يمكن آخر الأخبار اللي وصلت لنا أنه محمد صلاح دخل الحجر الصحي، وعايزين نعرف منك هل بالفعل اللاعب خضع لمسحة جديدة النهاردة لتحديد طبعا موقفه من التعافي من فيروس كورونا زي ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية ولا لا؟ نعم، منذ بداية هذا الموسم وحين عدت ومنذ أن عدت إلى المباريات في فترة الحظر التجول، كانت هناك العديد من النوادي التي تقيم المسحات وتحاول أن تستكشف حالة لاعبيها، و من المعتاد الآن أن يدخل اللاعبين على مدار الأسبوع سواء مرة أو مرتين أن يقوموا باختبار الكورونا، وهو أمر بالتالي ساري على مدار الكل يوم. يعني بعتقد أنه إصابة صلاح أو دخول صلاح مع قائمة المصابين بيزود من مشاكل ليفربول. الأهم أن احنا نعرف إزاي يتعامل يورجن كلوب مع أزمة الغيابات الكبيرة قبل طبعا مواجهته النهارده مع ليفربول وليستر سيتي. احنا بنتكلم على فان دايك، بنتكلم على مو صلاح، بنتكلم على هندرسون، بنتكلم على روبرتسون، وازاي بتشوف فرص ليفربول في مباراه اليوم؟ نعم، منذ ان اصيب فان دايك كانت هناك بالتالي مشكلات تواجه الفرق وخاصة على مستوى الهجوم، وهو لأنه كان دائما ما يعتمد عليه الفريق في الهجوم، وهو بالتالي أن هذه الحالة رجوعه قد تكون فرصة أكبر للفريق، ولكن الرجوع الآن ربما يكون بالاعتماد على لاعبين آخرين. محمد صلاح سوف يتم استبلاله ربما من أشكيري بأشكيري أو بآخرين، وأعتقد نعم أن عدد الإصابات الكبيرة اليوم ربما هو بمثابة كارثة، لأن هناك لاعبين كبار، جودينيو، هندرسون، جورجينيو وآخرين، وبالتالي أعتقد أن جونسون وماني قد يكون على الجانبين الوينجين، ومن هنا قد تكون البداية لليفربول. يعني بعتقد أنه يمكن كنت الأسبوع اللي فات ذكرت في البرنامج أنه في أسبوع واحد كان في 16 حالة إيجابية في قوائم لاعبي الدوري الإنجليزي. الأسبوع ده بنتكلم على غياب أكثر من 100 لاعب عن مختلف الأندية الإنجليزية في الجولة دي تحديدا بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو بسبب انضمام بعض اللاعبين لمنتخب بلادهم في فترة طبعا الفيفا دي. هل ممكن ده يعني يدفع الاتحاد البريطاني لأنه ياخد قرار شبه قرار الاتحاد الإيطالي بمنع المحترفين من السفر للانضمام لمعسكرات بلادهم خلال الفترة المقبلة، وإزاي ممكن يأثر على استمرارية البطولة المحلية؟ Slowly.
أنا شخصيا لا أعتقد أن سوف تكون هناك إجراءات مثيلة لما كان في إيطاليا، وأعتقد على العكس أنه من النادر أن تتخذ مثل هذه القرارات، لأن البريمير ليج والفوتبول أسيسيشن هما جهتان مختلفتان منفصلتان عن بعضهما، وبالتالي البريمير ليج ليس لديها القدرة على أن تتخذ قرارات فيما يخص الكرة الدولية والنوادي الأصلية للفرق، وبالتالي ليس من صلاحيات الممنوحة للنوادي أن تمنع لاعبيها من العودة واللعب لفرقهم. والشيء الآخر، النقطة الأخرى، هو أن الأمر الآن هو على مستوى الكوكب ككل، وبالتالي سوف نرى عند نهاية الموسم ما هي النتائج وما هو البرنامج الذي يمكن وضعه وكيف يمكن تخطي مثل هذه المرحلة، وبالتالي من سوف يتم تأهيله للكأس وللمراحل اللاحقة. وكنتيجة لذلك أرى أن المشكلة ليست على مستوى الكرة المحلية ولكنها مشكلة عالمية. صحيح، وده سؤال مهم، يعني في ظل ارتفاع الأعداد أو تزايد أعداد الإصابات، وبكلم على وجه التحديد في إنجلترا، هل والقارة الأوروبية عموما، يعني احنا بنشوف مشاكل كتيرة بتحصل في الدوري الإيطالي بسبب الإصابات بفيروس كورونا، هل تعتقد أنه من الممكن أن يكون في تدخل للاتحاد الإنجليزي، سواء فيما يتعلق بانه مثلا ممكن يكون في تعليق للمنافسات البطولات المختلفه، ولا ده احتمال من وجهه نظرك صعب حدوثه؟ نعم، قد يكون شيئا محل الاعتبار، ولكن ما أراه صراحة هو أن المؤسسات في الدولة الآن هي ترغب في تحقيق الأرباح، وبالتالي هي تود أن تمتع مشاهديها، وإن توقفنا عن المنافسات والبريمير ليج وبين قاب قوسين، قد يعني لا أعتقد أن ذلك سوف يحدث، بل أنهم سوف يستكملون اللعب، وذلك لأسباب اقتصادية. والاحتمال الوحيد الذي قد يحملنا ربما إلى مثل هذه القرارة هو الورلد كاب، لأني لن أرى أن دولة بعينها قد تتوقف عن اللعب وتترك الدول الأخرى تلعب وهي تتراجع إلى الخلف. طيب، وبالتالي الحديث عن موضوع ظهور تطعيم لكورونا فيروس ربما يكون أمل لنا، ويمكن بالتالي أن يحول الحقيقة على أرض الواقع، وربما تمتلئ إن شاء الله الملاعب بالمشاهدين. وده اللي نتمنى. خليني أسأل حضرتك برضو عن مانشستر سيتي، اللي ليه كتير من العشاق والجماهير اللي بتشجعوا في الشرق الأوسط عموما وفي مصر بشكل خاص. كان في كلام، وفي ظل طبعا تراجع الفريق على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، في كلام كتير وفي أخبار ترددت أنه مانشستر سيتي تقدم بعرض بالفعل بقيمة 50 مليون جنيه استرليني لنادي برشلونة عشان يقدر يحصل على خدمات ليونيل ميسي في الميركاتو أو في سوق الانتقالات الشتوي اللي جاي. نعم، ما أراه إن نظرنا إلى برشلونة وكيف يقومون بالترتيب أو باستخدام نجم مثل ميسي، ربما يكون من الواضح أنه ميسي قد يكون الآن حان معاد تركه للفريق، ولكن الاتجاه الذي قد يتوجه التي قد يتوجه لا يتوجه لا ليست محددة الآن، وربما يكون هذا العرض كان بالنسبة لعام 2023، ولكن لست أرى الآن شخصيا سببا لذلك، ولكن أنا شخصيا قد أفاجأ من انضمامه لمانشستر سيتي. و مانشستر يونايتد يعني لماذا لن يرغب بالانضمام الى مانشستر، ولكنها قد تكون ليست الحركة الأنسب بالنسبة له او الخطوة الأنسب، وارى ان ربما لدينا امل اكبر
في ان يعني ان كريستيانو رونالدو، وقد اقول تحديدا ان ليونيل ميسي قد ينتهي به الامر في مانشستر سيتي، ربما ليس في موسم يناير ولكن على الاكثر ان شاء الله في مع بداية موسم جديد. لوك ماكبريد الصحفي بموقع كينج فوت، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشة الاهلي في السادسة.